السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة إيزي إنجليزي، معكم مستر تالبنا. برحب بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنبدأها مع بعض في السمر كورس سيشن 3، المحاضرة الثالثة يا جماعة. إن شاء الله هتكون حاجة كده زي conversational. عايزك أول لما تبدأ إن شاء الله المحاضرة دي، وأول لما تبدأ تسمع وتشغل الفيديو إن شاء الله، عايزك تبدأ تسجل في ورقة بورقة وقلم، يعني اللي انت حابب تستخدمه، لان احنا هنتعلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو الجريتينجز. هنتعلم ان شاء الله النهاردة عن التحيات، ازاي احيي الناس. الموضوع ده مهم جدا كأول درس conversation، اول لما بقابل شخص اعرفه او اول مرة قابله. الموضوع ده بيكون مهم جدا علشان انا يعني زي ما نقول كده، ده بيكون first impression، يعني حاجة من الانطباع الأول كده يعني. والانطباع الأول زي ما احنا عارفين انه بيدوم، فيا بعرف اتكلم واثق من نفسي يا هبقى مقلق. ومفيش اي مشكلة على فكرة ان انا ابقى مقلق في الأول. بعد ما هتكتب الجريتينجز اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله النهاردة، سواء اني لما بقابل او لما بودع شخص، عايز حضرتك تبقى بشكل يعني بدون كسوف، بثقة بالنفس، أبدأ أمارس اللي أنا اتعلمته. ده شيء مهم جدا إن أنا أحافظ على اللي أنا اتعلمته وإني أنا أمارسه عشان ما انساهوش. الموضوع مش موضوع حفظ وكتابة وخلاص، لا، أنا عايزك تمارس الموضوع ده. يعني يا سلام بقى كده اللي بيسمعني دلوقتي، هو وأخوه، هو وأخته، حابين يتعلموا إنجليش، زوج وزوجته، ده هيكون شيء مهم جدا وجميل جدا، وياريت ما نتكسفش ونبدأ نمارس الموضوع ده مع بعض، علشان اللغة عبارة عن ممارسة، حاجة يومية، حاجة انت بتستخدمها على طول. فالموضوع ده هيساعدني كتير جدا لو انا قعدت امارس. طبعا هتقولي مثلا انا ما عنديش اخ، ما عنديش حد اصلا في البيت مهتم بانه يتعلم انجليزي. حلو، انا كنت بعمل كده وبكررها تاني للمرة الالف. انا كنت بستخدم المراية، بقف قدام المراية واكلم نفسي، مش اي مشكلة، اتخيل ان في شخص قدامي وابدأ ألقي عليه التحية وأمثل أكني الشخص اللي في المراية، ويعني زي ما نقول أرد على التحية اللي اتقالت لي وهكذا. قبل ما أقول أول نوع، حابب نتكلم بس الأول عن يعني إيه greeting. A greeting is a friendly way of opening a conversation or a way of letting other people that we have seen them. Again, a greeting is a friendly way. التحية هو شيء يعني طريقة ودية of opening a conversation، لفتح محادثة، or a way of letting other people، أو طريقة لجعل الآخرين يعرفوا، يعني that we have seen them، إن إحنا شفناهم، يجعل الآخرين أو يخلي الآخرين يعرفوا إن إحنا شفناهم. أنا إزاي أعرف إن أنا شفته أو أكد إن أنا شفتك؟ إن أنا بسلم عليك، ألقيت عليك التحية. جميل، نشوف الجزئية اللي بعد كده. كده احنا عرفنا يعني ايه greeting. saying hello، ودي اول حاجة عندي، ازاي اقول مرحبا، ازاي ارحب بالشخص. تعالوا كده نشوف ونبدأ مع اول حاجة عندي، hello. ما هي اصلا اسمها saying hello، ان انا اقول hello. hello اكثر رسمية، يعني فيها احترام للشخص، مديري، حد اكبر مني في السن، وتفرق كتير قوي عن hi. Hi we use it normally with friends. أنا بستخدم hi طبيعي كده مع الأصدقاء، الناس اللي أنا أصلا في ود ما بيني وبينهم جامد، فهاي ما هياش رسمية. طبعا كل اللي هنا معناه أهلا غالبا، إلا لو في حاجة طبعا أنا هقولها. Hi there it's the same meaning، هي hi، ولكن there معناها هناك، يعني أهلا بال كده، يعني مش هقدر أترجمها ترجمة حرفية، ولكن hi there أهلا، هي مرحبا. Hello there، مادام أخدت hi there يبقى في hello there. Hey you، hey كلمة هي مش تحية على قد ما إنها كلمة أو أسلوب بيستخدم للفت الانتباه. ف hey وأنا بشاور بإيدي أقول له hey you، يا أنت ها، وبسلم عليه. Hey how are you doing، hey بص لي فبقول له how are you doing، كيف حالك. Howdy friend، لا طبعا how do you do friend، فhowdy howdy friend، howdy friend، howdy اللي هو
زي مثلا how do you do، زي ما احنا قلنا how do you do friend، يبقى كيف حالك يا صديقي، how do you friend، how do you friend. وامريكان اكثر طبعا، امريكان. واتساب، واتساب تمام، وش عندك، زي ما احنا بنقولها كده، ايش يعني في ايه، ها واتساب. فتحيه برضو بتستخدم. الامريكان احيانا بيقولوها واتساب، واتساب، فاش اي مشكله ان انا قلتها واتساب او واتساب. How's it going؟ كيف الأمور؟ الأمور ماشية معك إزاي؟ الأحوال إيه؟ How's it going؟ It's good to see you، من الجيد أن أراك. It's good to see you، من الجيد أن أراك. How's life been treating you؟ How's life been treating you؟ been يعني American accent، وبين دي been بالAmerican accent، وبين بالBritish accent. How's life been treating you؟ طبعا أسرع، how's life، how's life، how's life been treating you، كيف أحوال الحياة معك، تمام. ده معنى هستخدم كل دول؟ لا، أنا بختار منهم. تيجي تقولي طب ما أنا هستخدم hello أو هستخدم hi، مفيش أي مشكلة، بس أنت لازم تبقى عارف الباقيين، لأن أنت مش هتفرض عليا الأسلوب اللي أنا هحييك بيه، أو إن أنا أشوفك فهقوله لك. فانت لازم تبقى ملم بالباقي، تبقى عارف ان دي تحيه، ما حدش يجي يقول لك هاو دي فريند فانت تبقى مش فاهمه، واحد يقول لك اتس جود تو سي يو تبقى مش عارف ترد تقول ايه، تمام. فالطبيعي جدا ان اي حاجه من دول هقولها هتكون تحيه، واي حاجه من دول هيكون الرد عليها، مفيش اي مشكله. يعني هاي hey يو ممكن اقول له هاي ذير، مثلا هيقول لي هاي هاو ار يو دوينج، هقول له هاي يو I'm okay مثلا، هرد اقول له بقى يعني ان هو بيقول لي how are you doing، اقول لي يعني انا عندي دي واللي في الاخر، وطبعا how different يعني hey how، اللي فيها question marks افضل طبعا، يعني عشان بس يكون واضح، يعني hey how are you doing، how different، how is it going، how's been، how's life been treating you، كل اللي فيهم علامات استفهام دي لازم هرد عليه، يعني زيهم زي how are you. يعني hey how are you doing I'm fine how about you ماذا عنك how are you friend I'm okay man how's it going it's okay how's life been treating you everything's okay كل شيء على ما يرام وهكذا تمام في العادي hello hello hi 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 there hello there ايش اي مشكلة what's up وهكذا. طيب ننتقل للجزئية اللي بعدها. كده أنا قلت مرحبا للشخص أو رديت عليه، تعال بقى نشوف meeting someone for the first time، أقابل شخص لأول مرة. These greetings are used after the other person has been introduced to you. ال greetings التحيات اللي احنا هنكتبها هنا دي هتكون طبعا مناسبة قوي بعد ما يكون الشخص تم تقديمه إليك، has been introduced to you، يعني في شخص قدم لي الزميل اللي واقف قدامي الجديد، فأنا هبدأ أحييه بالتحيات على سبيل المثال. Good to meet you، من الجيد أن أقابلك. It's nice to meet you، من اللطيف، من الجميل أن أقابلك. I'm pleased، أنا سعيد. I'm happy، I'm glad، كل ده نفس المعنى، pleased، happy، glad. I am pleased to meet you. To meet you. طبعا بالأمريكان. وعادي لو أنا قلتها to meet you. المشكلة يعني مش لازم. أنا سعيد إن أنا قابلتك. يبقى I'm happy to see you. I am pleased to see you. To meet you. فهاش أي مشكلة. To meet or to see. فهاش أي مشكلة. طيب. هرد عليها بنفس الأسلوب. It's nice to meet you. وهزود في الآخر كلمة to. T-O-O, that's it, T-O-O, good to meet you, good to meet you too, it's nice to meet you, it's nice to meet you too, I am pleased to meet you, I'm pleased to meet you too, أو بكلمة وكل بساطة, me too, that's it. الموضوع سهل وبسيط, يعني good to meet you, me too, it's nice to meet you, me too, I am pleased
to meet you اقول له me too وانا ايضا. مهم قوي الرد، مهم قوي اني اتنوع في الردود. جميل. طيب saying goodbye ان انا اقول مع السلامه، حاطط انا وسايب اسلوبين، يعني زي ما نقول حاجه قديمه قوي وحاجه حديثه جدا، وهحط كل اللي ما بينهم بقى. goodbye ما هي اصلا اسمها saying goodbye، وانا بغادر وانا بودع الناس هقول ايه goodbye مع السلامه، انا اللي هسيبهم وامشي او هم بيسيبوني ويمشوا، فاكيد هم هيقولوا لي حاجه من دي، فالرد برضه هيكون بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، مفيش اي مشكله. goodbye this is an old one حاجه قديمه جدا، لكن ta ta for now this is used by youth young people nowadays، دي حاجه بيستخدمها الشباب في اليومين دول، زي ما احنا كده بيكون حاجه حديثه عندنا الشباب بيستحدثوها ويستخدموها في لغتهم هم، نفس القصه برضه في امريكا وفي بريطانيا، بس دي اكثر استخداما في، يعني نقدر نقول في امريكا اكثر شويه. ta ta for now. تمام. اللي ما بينهم بقى تعالوا نشوف. باي 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 كله مع السلامة. باي فور ناو مع السلامة دلوقتي. سي يا سي يا اللي هي سي يو، يعني هي بس بالامريكان احنا بنقولها سي يا. ليتر اشوفك فيما بعد، دي معناها اشوفك فيما بعد، عادي جدا. later طبعا بالامريكان later. see you around اشوفك فيما بعد. see you again اشوفك مره اخرى. see you again اشوفك مره اخرى. ciao this is an Italian word the originally Italian word ciao. طيب دخلت اللغه ازاي؟ عادي جدا، انتقال الثقافة من دولة لدولة من لغة للغة بتحصل. تمام. زي ما احنا عندنا مثلا كلمة اوتوبيس، في الاصل كلمة اوتوبيس دي مش كلمة عربية، كلمة اصلا فرنسية. anyway ciao ciao is an Italian word Italian greeting by the way. ciao مع السلامة. جميل. see you later اشوفك فيما بعد. see you around see you later later all of them are the same فيش اي مشكلة. جميل. farewell الوداع. farewell الوداع. جميل. يبقى احنا كده اتعلمنا saying goodbye دي اخر حاجة، واللي قبلها كانت saying hello. طيب احنا درس بسيط وسهل، مع هنا احنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير زي ما تعودنا، يا ريت كمان ما ننساش سبسكرايب، يا ريت كمان ما ننساش. لو حابب اسيب اي سؤال انا ممكن اسيبه على هاشتاج ايزي انجليزي او اسيبه تحت في الفيديو، تعليقات الفيديو تحت عادي جدا، بس اهم حاجه يا جماعه يا ريت ما ننساش الشير عشان نفيد غيرنا كتير، وده كمان بيشجعنا لما بنلاقي ناس كتير بتشوف الفيديو، ده بيساعدنا ان احنا ان شاء الله نستكمل ونبدا ننزل الحلقات اللي جايه. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم في حلقه بسيطه وسريعه. كان معكم مستر طالب بنا من قناه ايزي انجليزي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.